العراقيين معروفين بعلاقتهم الفريدة بالشاي. هذا الحب انعكس على نكهة الشاي العراقي المميز بلونه وطعمه ورائحته وحلاته، وحتى بطقوس وعادات شربه وتقديمه للضيوف. فالشاي بالموروث العراقي جزء من حياة الأسرة العراقية، وصارت عليه أمثال وأعمال فنية ولوحات رسم وأغاني. من أجملهن أغنية خدري الشاي خدري للمطربة المتألقة سليمة مراد، الأغنية المعروفة اللي ترجعنا لذكريات قديمة وأيام الزمن الجميل. سليمة مراد كانت من جملة العراقيين اليهود المولعين بالفن، مثل الموسيقارين الكبيرين صالح الكويتي وداود الكويتي، وعزوري هارون العازف والموسيقار الشهير. سليمة باشا كانت من أوائل المطربات اللي دخلن إذاعة بغداد وقدمت العديد من الحفلات الغنائية. سليمة تعرفت بمسيرتها الفنية على الشاعر عبد الكريم العلاف اللي كتب لها أجمل الأغاني مثل خدري الشاي خدري وقلبك صخر جلمود وعلى شواطي دجلة مر. بعام 1935 التقت سليمة مراد بالفنانة المصرية أم كلثوم عندما أجت أول مرة لبغداد وأبهرتها بأغنية قلبك صخر جلمود، بحيث أم كلثوم حفظت الأغنية وسجلتها على أسطوانة. وعندما استمع لها الأديب المصري الشهير زكي مبارك بإحدى الحفلات أطلق عليها لقب ورقاء العراق. سليمة مراد تزوجت بعام 1953 بالفنان المتألق ناظم الغزالي، وعاشوا مع بعض تجربة استثنائية في الحب والطرب البغدادي الأصيل، وكانت تمثل الصديقة والمعلمة والزوجة. سليمة مراد رفضت التخلي عن العراق أثناء هجرة اليهود وظلت عراقية بالرغم من ديانتها وقوميتها اليهودية، وعاشت لآخر أيام حياتها في مدينة بغداد اللي عرفت بيها الفن وحب الموسيقى والأدب والشعر والقفز بين المقامات والتلذذ بهتافات العاشقين. سليمة مراد علمتنا أن الوطن مو فندق إذا ساءت الخدمة بيه نتخلى عنه، علمتنا الصبر وأنه إحنا مسؤولين تجاه وطننا حتى لو الطبقة الحاكمة تخلت لفترة من الزمن عن واجباتها الوطنية.